بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير. أشكر لكم حضوركم هذه الورشة، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن تكون فائدة وأن تكون واضحة للجميع ونستفيد من هذه المبادرة. أعتذر في البداية إذا كان الصوت غير واضح، لعله الآن يكون إن شاء الله واضح. و سوف أستقبل استفساراتكم بإذن الله عز وجل في حال وجود أي سؤال. أولا، الشرح أو الكلام معكم سيكون بالعربي، لكن العرض بالإنجليزي. لماذا بالإنجليزي؟ لأن المبادرة تواصلنا أمس مع مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم، وهو المكتب الذي أطلق هذه المبادرة، وتعتبر المبادرة الثالثة أو الرابعة التي أطلقها، والمراد منها تشجيع البحوث الاجتماعية، البحوث بشكل عام، وهذه المبادرة الثالثة المخصصة للبحوث الاجتماعية الموجهة. تواصلنا معهم أمس وأخبروا أنه يجب أن يكون التقديم سواء كان المقترح او الريبورتات او حتى الاغلاق فيما بعد يكون بالانجليزي، ولذلك العرض الان يكون بالانجليزي وما يفرض الحقيقه. لكن ان شاء الله عز وجل يعني تتضح الصوره، يعني نهايه الورشه نرجو ان نحقق اهدافها. فهذه الورشه هي عباره عن مبادره البحوث الاجتماعيه الموجهه Social Science Research Initiative، المقدمة من مكتب البحث والتطوير. طبعا مكتب البحث والتطوير هو يسمى Research and Development Office في وزارة التعليم، وقد تم إنشاءه في 2017، وهو يهدف إلى يعني إطلاق مبادرات بحثية تهدف إلى دعم البنية التحتية بالدرجة الأولى للمعامل والبنية التحتية البحثية للجامعات السعودية. هذا هو هدف المكتب، وهذه المبادرة التي هي الآن موجهة للبحوث الاجتماعية إحدى هذه المبادرات التي تصب في رؤية المكتب وأهدافه. هو مكتب البحث والتطوير Research and Development Office، نطلق عليه في الغالب RDO. طيب الآن نبدأ نتكلم قليلا عن هذه المبادرة Social Science Initiative. طبعا كما ذكروا the social science change is coming deeply in the Kingdom of Saudi Arabia، يعني يوجد تغير اجتماعي قادم بشكل كبير وسريع في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه البحوث إلى مواجهة التحديات، لا شك أنه سيكون هناك تحديات قائمة. فتم إطلاق مبادرة لهذه المبادرة بالبحوث الاجتماعية الموجهة، والتي تهدف إلى ما يلي: Encourage high quality and impact for social science، وتشجيع البحوث العلوم الاجتماعية عالية الجودة والمؤثرة في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية بما يخدم التغير في الرؤيه. ثانيا، امبروف اويرنس ايفيدنس بيسد ريسيرش، يقصد بها تحسين الوعي بالابحاث والسياسات القائمه على الادله وبناء ثقافه البحوث الاجتماعيه في المملكه. يعني يبغون يعني يبنون كلتشر فور سوشيال ساينس ريسيرش ريسيرش في الكينجدم. ما ادري الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ أنا جاني رسالة إنه غير واضح. قبل قليل كان واضح. والله أعتذر منكم، أنا ما أدري إيش. الآن واضح؟ الآن واضح؟ تمام، الحمد لله. طيب، إذن الهدف الثالث من هذه المبادرة البحثية البحوث الاجتماعية هو تعزيز الكولابوريشن
والعمل الجماعي، تحفيز التعاون والعمل الجماعي بين العاملين في مجال العلوم الاجتماعية الموجودة في المملكة، وربطها بغيرها سواء منظمات أو مجموعات تحتية متنوعة داخل المملكة أو خارجها. إذا هذه 3 أهداف: تحفيز بحوث العلوم الاجتماعية التي لها جودة عالية ومؤثرة في استراتيجيات التي تهدف إليها رؤية المملكة، وبناء الوعي بهذه الأبحاث، وبناء ثقافة بحوث العلوم الاجتماعية، وأخيرا تحفيز التعاون كتلاجة كولابريشن among social science research performance، يعني بين الباحثين في هذا المجال. هذه هي أهداف المبادرة. طيب الآن نتكلم الله يحفظكم عن نوعين من أنواع الجرانت، يعني فيه نوعين من أنواع المنح. حجم المنح البحثية التي تنطلق فيها هذه المبادرة فيه نوعين: two types of awards will be introduced. نوعين سوف تكون متاحة في هذه المبادرة. الأولى هي research project، المشاريع البحثية الكبيرة، وهذا البادجت لها up to 3 مليون إلى 3 ملايين ريال، وتكون خلال سنة إلى سنتين، وهذه نتكلم عنها بعد قليل ايش المطلوب او ايش نوع هذه المنحة. النوع الثاني هي المنحة الصغيرة والمتوسطة small and medium grants، البادجت او الميزانية المرصودة لها حد الأعلى لها مليون ريال لمدة سنة. اذا عندنا نوعين: مشاريع بحثية كبيرة وصح التعبير مدتها سنتين حد اقصى، والتصل الميزانية الى 3 مليون، والصغيرة إلى مليون ريال خلال سنة، ونتطرق يعني الأشياء التفصيلية في كل نوع. طيب النوع الأول اللي هو البادجت أب تو 3 مليون أوفر 1 تسوير، يعني المشاريع البحثية الكبيرة والمرصود لها 3 مليون ريال. أي يعني مجالات هذا البحوث فور ريسيرش إيفورت، for research efforts that would produce more ambitious and interdisciplinary research issues across the country. معنى إجراء بحوث أكثر طموحا ومتعددة التخصصات interdisciplinary research، يعني في أكثر من تخصص حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في العلوم الاجتماعية. تمام، إذا هذا هو أول صفة لهذا البادجت. Also it can include extensive survey and data gathering at national level، بمعنى قد يشمل هذا البحث مسح شامل وجمع بيانات على المستوى الوطني، كما قد تشمل أكثر من باحث. It can include multiple BIs and co-BIs plus additional research assistants، يعني الفريق البحثي فيها باحث رئيسي وباحث مشارك أو أكثر، بإضافة إلى فرق عمل بحثية مساندة. إذن هذا طبيعة الريسيرش جروب أو الريسيرش بروجكت الكبير، المنحة الكبيرة. النوع الثاني هي المنح الصغيرة والمتوسطة small and medium grants، اللي قلنا أن البادجت المرصود لهذا المقترحات البحثية في هذا الإطار مليون ريال لمدة سنة كاملة. هذا طبيعة البحوث فيها for small scale investigators led research projects، بمعنى إجراء بحوث تسجيلات أثر محلي على نطاق أصغر، يعني أصغر من النطاق الوطني اللي في المنحة السابقة فيما يتعلق بالعلوم الاجتماعية social sciences، يكون فيها باحث رئيسي واحد فقط وباحث مشارك أو أكثر، بالإضافة إلى فرق عمل بحثية مساندة، يعني one co-I or annual or multiple BIs co-BIs. الثالث encourage board-based participation in research areas of strategic relevance، اللي هي تشجيع المشاركة الواسعة في المجالات البحثية ذات الاهتمام ذات الأهمية الاستراتيجية للمملكة. إذا هي على نطاق أقل وفيها BI و co-I، باحث رئيسي باحث أو أكثر مشاركين وفرق بحثية، وتشجع على المشاركة الواسعة في المجالات البحثية ذات الأهمية الاستراتيجية. لو تلاحظون أن المكتب ربط أبحاثه ومخرجات أبحاثه بالرؤية، رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق
بالجوانب الاجتماعية، فهو مخرج هذه الجرانت أو المنح البحثية الصغيرة والكبيرة يجب أن تهدف إلى بشكل أو بآخر برؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال المواضيع التي نذكرها في السلايد القادم، يعني المواضيع التي نتكلمها. فهذا الموضوع اللي بعده، What are the research themes؟ يعني ما هي المواضيع البحثية التي تتناولها هذه المبادرة، مواضيع البحث. طبعا الـ RDO اللي هو مكتب البحث والتطوير حدد عند مواضيع بحثية محددة، كما ذكرت لكم الريليشن وذ فيجن تو سيرش، يعني لها صلة برؤية المملكة 2030 ولمواجهة التحديات المحلية للمجتمع. وقد أجرى المكتب مشاورات مع شركاء حكوميين وجامعات للتأكد أن المواضيع اللي بنذكرها لكم فعلا تخدم الرؤية بالفيجن 2030. النقطة الثانية، أي نقطة؟ هل تقصد المشروع البحثي الصغير؟ المنحة؟ هل تقصد المنحة؟ المنحة الثانية، طيب. طيب المنحة الله يحفظك هي البحوث الصغيرة أو المتوسطة، يعني مقارنة بالبحوث الأولى. هذه البادجت المرصود لها مليون ريال كسقف اعلى، قد يعني لما تقدم البروبوزل تحط في السقف الاعلى مليون، قد ما يوافقون على المليون، قد يوافقون على اقل، لانه في الاخير هذه المقترحات البحثيه تحكم من قبلهم وقد توافق بس بميزانيه اقل، بس هذا السقف الاعلى. طيب هذه البحوث اللي الناس تبعتها فيها بحوث ذات اثر محلي على نطاق اصغر، يعني ما هو وطني، يعني على نطاق كبير، ويكون فيها باحث رئيسي واحد فقط 1 BI، يكون فيها باحث مشارك أو أكثر بالإضافة إلى فرق بحثية مساندة. تمام، يجب أن تتميز فيها أن يكون فيها مشاركات في المجالات البحثية ذات الأهمية الاستراتيجية، يعني يكون فيها شراكة بحثية مع جامعة محلية أو جامعة دولية تخدم الأهمية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية. أرجو أن يكون الـ يعني المقصود أو يعني هذا طبيعة المنحة، لكن لما نقرأ فيما بعد عن أنواع طريقة التقديم هي اللي بتفرق فيها. تمام، إذا لعلنا نتجاوز إلى المواضيع اللي هي السين، زي ما ذكرت لكم أن مكتب البحث حدد المواضيع المتعلقة بالرؤية. هذه هي المواضيع بالعربي وبالإنجليزي، العفو. أنا ذكرتها لكم بالعربي وبالإنجليزي، زي ما ذكرت لكم إنهم هم طلبوا من البحوث والمقترحات البحثية تقدم بالإنجليزي بناء على تواصل كان أمس من وكيل العمادة الفطيزي الدكتور عبيد مذكورا، تواصل مع المستشار رئيس المكتب وأخبرنا إنه يجب أن تكون البحوث يعني باللغة الإنجليزية وكتابتها أيضا باللغة الإنجليزية. فهذه هي الموضوعات الآن تجدها بالعربي على اليمين وبالإنجليزي على اليسار. واضح؟ أول موضوع التوجه الرئيسي إنه التغيير في الأسرة، changing the family. فنقرأها بالعربي وهي موجودة في المقابل بالإنجليزي. ولعلي أضع لكم رابط المكتب اللي يحدد هذه اللي حدد هذه المواضيع. اول موضوع انه التغير في الاسره، يعني وهو ما هو يعني ما هو الدور الذي يطرا على الاسره وتاثر بالتغيرات العصريه في الاصلاح التنمي الاقتصاديه. فمن المهم تعزيز ان نفهم الطبيعه المتغيره للاسره والقضايا ذات الصله، خصوصا المتعلقه بالتعليم في مرحله الطفوله المبكره والعنف الاسري وما الى ذلك، مع مراعاه السياقات التاريخيه والثقافه الاجتماعيه في المملكه. اذا الموضوع الاول يدور حول الاسره والتغير والتطور الذي طرا عليها بالفعل التغيرات العصريه الحاصله، وكيف تاثرنا او تتاثر هذه الطبيعه للاسره من خلال الطفوله المبكره او العنف الاسري او غيره من السياقات اللي تتعلق بهذا الموضوع.
إذن الموضوع الأول عن الفاميلي ستايل، الثاني سوسايتي عفوا سوسايتي انفايرمنت اللي هو تمكين المجتمع، يعني ما هي الطرق والسياسات والأساليب التي تعمل على تمكين المجتمع السعودي واستدامة الحراك الاجتماعي ليكون أكثر فعالية في السين 1 مكافحة الفقر، دفع الحراك الاجتماعي وتعزيز الشراكة المجتمعية. إذا هذا هو الموضوع الثاني اللي هو تمكين المجتمع وفهم دراسة وبحث السياسات والأساليب التي تكون أكثر فعالية تساعدنا على مكافحة الفقر ودفع الحراك وتعزيز الشراكة المجتمعية. إذا لعل الأهداف موجودة تحت هذا الموضوع. طيب الموضوع الثالث Empowerment of Women، دور المرأة. كما تعلمون أن التطور اللي حاصل في المجتمع السعودي يساعد النساء للوصول إلى ذروة النجاح سواء الأكاديمي أو المهني، وتتوقع رؤية 2030 مزيد من هذا التغير، يعني أن تتولى يعني المهام أو قد تكون قيادية في هذين المجالين الأكاديمي أو المهني. فمن المهم أن يكون هناك فهم أعمق لأثر تمكين المرأة وآثاره على صانع القرار. إذا هذا هو الموضوع الثالث. جميل. طيب الموضوع اللي بعده فيوتشر سيتي، مدينة المستقبل، واللي يقصد فيه تعميق التنمية الحضرية التي تواجه ودراسة التحديات التي تواجه المدن مثل الأمن، تعاطي المواد المخدرة، التطورات التقنية والتغييرات وآثارها على التخطيط والتصميم الحضاري. وجود فهم أعمق لمثل هذا الأمر يساعد السياسات والإجراءات العامة في كل المدن الحضارية على بناء مجتمعات آمنة ومرنة ومتماسكة اجتماعية. يعني دراسة التحديات التي تواجه المجتمع سواء في يعني من خلال الأمن أو المواد المخدرة أو الأشياء المخاطر التي يواجهها، بتساعد صانعي القرار على أو إيجاد سياسات ودراسة عامة تساعد صانعي القرارات على بناء مجتمعات آمنة ومرنة ومتماسكة. إذا هذا السطر الأخير لعله يكون هدف الـ هدف الـ بناء مجتمعات آمنة، هدف الموضوع الرابع اللي هو إيش؟ مدينة المستقبل. طيب الموضوع الخامس والأخير ما يسمى بالريادة الاقتصادية اللي هو الليدنج ايكونومي. طبعا كما تعرفون ان الدولة المملكة لله الحمد يعني في مرتبة متقدمة جدا في الاقتصاد ولله الحمد، بسبب الان بعد فضل الله عز وجل اعتمادها على النفط بالدرجة الاولى. فلذلك ينبغي ان تكون هناك دراسات وابحاث اقتصادية تدرس بشكل عميق استراتيجيات النمو والإنتاجية والابتكار الأكثر فعالية طبعا في سياق المملكة التاريخي والاجتماعي والثقافي، بحيث أن نعتمد إيجاد مصادر أخرى غير النفط، فتشمل على سبيل المثال الحصر توريد فرص العمل في القطاع الخاص والغير ربحي، تنمية الرأسمال البشري، تطوير التعليم، تشجيع ريادة الأعمال. إذا أبحاث اقتصادية لها علاقة بمجتمع المملكة والسياق الاجتماعي لها تجعلها تدر يعني وارد أو وافد اقتصادي غير قضية النفط، غير قضية النفط، وهي واضحة أيضا في رؤية المملكة. طيب المواضيع واضحة؟ الحمد لله. إذا هي بالعربي وبالإنجليزي واضحة أمامكم اللي هي المواضيع والثيم للأبحاث التي تطرق أو يعني تطرق لها المكتب، مكتب البحث والتطوير الـ RDO Office، والذي يطمح من خلال الأبحاث التي تتلمس هذه المواضيع إلى تحقيق يعني رؤية المملكة العربية السعودية فيما يتغير مواجهة التغير الاجتماعي أو الذي سيطر عليه كما ذكرنا في مقدمة هذه المبادرة. جميل. طيب طبعا في النهاية سأضع لكم
أبحاث وسطية أو أبحاث تدخل، ما المقصود؟ الله يحفظك. وسطية هل تقصد أنها مقالية أو؟ لأني أنا معلش أنا هندسة ميكانيكية، فطبيعة العمل عندنا تجاوب وإكسبيرمنت، وأنتم قد تكون عندكم يعني طبيعة أخرى. لذلك أنا أشرح الآن يا إخوة يعني من طريقة يعني الطريقة الفنية لكتابة المبادرة، وليس البحثية يعني وليس العلمية. يعني أرجو أن تكون الأمر هذا واضح. إذا ممكن تذكر هل هي الميثودولوجي؟ إذا كانت طريقة البحث أو منهجية البحث النماذج نتطرق لها. طيب هذه المنهجية بتشتغل تتعلق فيما تصب، هل تصب فيها هدف الأهداف هذه أو لا؟ يعني هل المنهجية البحث الميثودولوجي في العلوم الاجتماعية أنت مدرى بها، لكن المقصود أنها طريقة يعني استخدمت منهج البحث العلمي والتي تصب في هذه المواضيع. تمام، يعني بالنسبة للنماذج بنتطرق لها، بنتطرق لها إن شاء الله. لكن طريقة البحث هذا يعتمد على الموضوع والعنوان اللي تكتبون فيه. والله أنا أتوقع أنها كلها، أعتقد أنها كلها. وأنا زي ما قلت لكم يعني صراحة ما أفتيكم من الناحية العلمية أو المنهجية في البحث. أنت إذا أحتجت شيء تحليلي استخدمه، تغيير دراسات تجريبية، سيرفي، مقابلات، انترفيوز، على حسب طبيعة البحث في العلوم الاجتماعية تستخدمه. أهم شيء إنه يحقق الرؤية. بمعنى المقترح هو باختصار الأخير إيش هو؟ تذكر السبب اللي بتتكلم عنه، الموضوع، ثم أهداف من هذا الموضوع، هل يخدم الرؤية الاستراتيجية اللي ذكرت هنا أو لا؟ إذا ذكرت تذكر الطريقة ومنهجية البحث وطريقة إجراءه الذي سيسرق إلى هذه النتيجة. هذا ما تحتاجه في البربوزة أو المقترح البحثي. بنتطرق لها، بنتطرق بالنسبة للمشاركة. هم يشترطون أن يكون، بنتطرق لها فيما بعد، باحث، ممكن تكون باحث رئيسي في محور وباحث مشارك في محور آخر، بس ما تكون باحث رئيسي في محورين. بتجينا هذه إن شاء الله، بتأتينا في بعد قليل، اللي هي هنا، اللي هي Eligibility and Governance، يعني ما هي يعني الشروط والصلاحيات التي ممكن يتقدم بها الباحث. طيب يقول لك هنا both types of grants، كلا المنح المذكورة على السنتين اللي هي الكبيرة والصغيرة are open، متاحة للبرنسيبل انفستيجيتور، متاحة لأي باحث رئيسي أن يتقدم عليها. هو ار استابلش ممبر، بحيث أنه يكون عضو هيئة تدريس، أستاذ مساعد فما فوق في أي جامعة سعودية. أي دكتور عضو هيئة تدريس له علاقة بالعلوم الاجتماعية أو عضو هيئة تدريس في العلوم الاجتماعية من الدرجة أستاذ مساعد فما فوق ممكن أن يكون بي آي لهذه ال يعني يكون باحث رئيسي في أحد محاور المبادرة البحثية، وممكن يكون برضه من جامعة سعودية أهلية، وممكن يكون طبعا يشمل سعودي وغير سعودي، لكن لو كان من جامعة برايفت، لو كان من جامعة خاصة يجب أن يكون سعودي. إذا البي آي الباحثين الذين ممكن يتقدمون هم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية الحكومية بجميع الجنسيات، أو عضو هيئة تدريس سعودي في الجامعات الخاصة فقط. خلاص طيب يقول لك هنا a BI can only be I on one proposal، يعني الباحث الرئيسي يكون فقط باحث رئيسي في بروبوزل واحد فقط. تمام، لكن they can also be a co BI in another، يعني ممكن تكون باحث رئيسي في موضوع وباحث أو في مقترح بحثي وباحث مشارك في مقترح بحثي آخر. طيب لم يصح التقديم، ايوه طبعا التقديم ذكروا انه سيعلن عنه غير متاح، يعني اذا كان زي المبادره السابقه فتحوا رابط
أعلنوا عن الرابط للتقليد. نفس الكلام بيحدث هنا، إلى الآن إلى هذه اللحظة لم يعلن هذا الرابط. في حال إعلانه سوف نبثهلكم من خلال قنوات التواصل في العمادة بإذن الله عز وجل، الرسائل وتويتر وموقع العمادة. تمام؟ هل يمكن إجراء بحث في مجال العلوم الإدارية وربطه بالتغيرات؟ إذا كان هي بحوث إجتماعية موجهة، إذا كان البحث في العلوم الإدارية في الاقتصاد مثلا يخدم أحد هذه التوجهات الرئيسية بشكل رئيسي ويحقق يعني الهدف منها، أتوقع إن شاء الله ما في مشكلة. يعني تكتب أنت باختصار إيش الفكرة في المقترح البحثي، تكتب يعني الهدف الذي تطمح إليه من خلال البحث، والمفترض يصب في أحد هذه الخمسة. تمام؟ هذه الخمسة عد من هذه في البحث في العلوم الاجتماعية وطريقتها، أو إدخال جانب اقتصادي أو إداري إذا كان يختم، أتوقع أنه يقبل. هو في الأخير سوف يدرس من خلال محكمين تبع المكتب البحث الفطير في الرياض، وهم يحكمون المقترحات البحثية ويوافقون على ما يتم الموافقة عليه. هذا فيما يتعلق بتداخل العلوم الإدارية. العفو، بحث شرع إلى سوق اجتماعي أعتقد بإذن الله أنه ممكن بحيث لأنهم هم ذكروا تذكرون فوق هنا انكلود يعني كانوا يحفزون على الشراكة كالسلايد كولابريشنز أو ممكن سوشيال ساينسز. معنى الكلام هذا أنهم يشجعون المشاركة الواسعة في المجالات البحثية ذات الأهمية الاستراتيجية. اللي يفهم الله يحفظكم، إذا كان بحث له شق شرعي وهو شيء طبيعي في العلوم الاجتماعية أن لها جوانب شرعية إدارية سياسية، ما دام أنا وجهة نظر أن تخدم هذه الثيمز اللي حددوها فتكتب، ومفترض يعني إذا تحقق أنهم يقبلونها. وما في الأخير زي ما قلت لكم أنها يعني تحكم من قبل الفريق لدى المكتب بالموافقة على هذه الأبحاث. طيب، هل يمكن أن تتم الشراكة في تخصص معين؟ نعم بين جامعتين أخرى. نعم، هذا الكولابريشن نمبر 3 أو رقم 3 حدد هذه الشراكة. طيب، البحوث البينية مطلوبة. أنا أعتذر منكم الباكراوند حق الهندسة، إذا ممكن توضح هذه فممكن أو أحد ممكن يفيدنا فجزاكم الله خير. أنا أتخصص في الحقيقة هندسة، والجانب الأكثر فيه عندنا اكسبيرمنت النظري وأصلا تجريب، نسوي عينات نشوف النتائج، يعني هذا أكثر بحوثنا. أنتوا مختلفة قد فيها هيومن سايت الأمور هذه. هل يمكن جواب إحصائي لأحد المحاور؟ نعم إذا كان الإحصاء، بل بالعكس جميل، إذا كان البحث له جانب إحصائي. حتى ذكر في البحث الكبير أنه فيه انترناشونال سيرفي، هذا رقم انكلود النقطة الثانية في المشروع الكبير أو المنحة الكبيرة، انكلود اكستنسيف سيرفي اند داتا جاذرينج انترناشونال سيرفي. بالعكس الإحصاء أظنه قوي أو جانب مهم جدا، قد يكون على المستوى الوطني، فأعتقد أنه يدخل فيه بلا شك. هل يمكن تقديم بحوث في مجال التنمية المحلية في مجال؟ أعتقد هذا ما يحتاج، هذا إما أن تدخله في مجال الأسرة changing family أو الريادة الاقتصادية. يعني السؤال هذا ممكن تدخل فيه يعني في أحد هذا السين، إذا كان السين الرئيسي هو تغيير الأسرة فيكون هو الأصل، أو الريادة الاقتصادية اللي هو تحت في مجال التنمية المحلية. طيب، نواصل المسحية ذكرناها سيربي. طيب، نواصل بس الأشياء التكنيكية هذه لو سمحتوا، اللي هم كانوا يقدم وش اللي لا وش اللي عليه، ثم نجي الأسئلة بإذن الله عز وجل. هو الآن موجه، مكتوب بحوث موجهة في العلوم الاجتماعية، يعني التخصصات الأخرى مثل آداب العلوم الإنسانية مفترض تكون مساندة. يعني مثلا في الآداب أو في اللغة أو في يعني في اللغة مثلا أو في الآداب ما أتوقع أنهم يقبلونه، لكن لو فيه جانب زي ما ذكروا الزملاء سابقا فيها جانب إداري جانب شرعي جانب هذه يعني تقبل، ما دام هدف البحث يصب في المناحي الستة أو المواضيع الستة المزنة في العلوم الاجتماعية. طيب، نكمل هذه ذكرنا منهم اللي يقدم.
عرفنا البي اي اللي هو الباحث الرئيسي، قلنا انه يعني انت عضو هالسبيل كم كان تقدم، ما نقدر نتكلم معاكم في الجامعه هنا، اي دكتور مشتاق مساعد فما فوق ممكن تكون باحث رئيسي في مشروع وباحث مشارك في مشروع اخر. طيب الفاندنج الوكيشن هنا يقول لك لما ان شاء الله تحصل على المقترح يجيك الدعم باذن الله عز وجل، ايش الاشياء اللي الله سبحانه وتعالى، ايش الاشياء اللي تدفع فيها الفلوس او يستم فيها الفلوس؟ اول حاجه الموبيلتي، التنقلات للسفر، داتا كولكشن، اي وسيله يعني تساعدك على جمع المعلومات والحصول عليها، قد يكون سفر الى مكان معين، قد يكون رسوم دخول، على حسب الفكره انك تكتب في المقترح البحثي. سبلايرز اند ماتيريالز، قد تحتاج مواد، تحتاج جهه معينه تدعمك بشيء تدفع لها فلوس. بعدين قالوا اكتب بروبوزل كيس ريكوايرد اكسبوننشال كوست، اذا كان البحث او المقترح البحثي اللي انت كاتبه يتطلب تكاليف مستثناه من اللي فوق، خلاص تو جنريت عن كل داتا، يعني عشان تحصل على الداتا اللي انت تحتاجها تحتاج وسائل او طرق غير السفر والداتا كولكشن وكذا، فانت يوسف عفوا تكتبها في سيبرت بيبر، يعني كونسيدريشن باي ذا ار دي او، بمعنى انك في الاخير انت تقول عشان احقق هدفي هذا بحتاج مواد من مكان معين، وبحتاج الجهه المعينه اروح لها، وبحتاج اسافر الى كذا مكان، وبحتاج اتواصل مع الناس هذول واخذ داتا كولكشن، وهذه بتكلف كذا، وهذه بتكلف كذا، وهذه بتكلف كذا، اكتبها في البروبوزل، اكتبها في المقترح البحثي حتى تقنعهم اني حتى في اللي هدفي هذه الاجراءات وهذه اللي بتكلف. فانت لما في الكريه تقول لك عليها، يعني غير قضيه السفر والداتا كولكشن وكذا، انك تذكر الاشياء اللي انت فعلا راح تحتاجها، ومن ثم اني لا يمكن اصل لهدفي الا بهذه الطرق التي تكلف هذه المبالغ، في الغالب لما يعني تقيم المحكمين يكون عليها. واضح هذا فيما يتعلق في الفلوس كيف انها تقبل او يعني السن. طيب وات كان زمن السن؟ طبعا اذا كان بالنسبه للمخصصات للباحث الرئيسي، المخصصات للباحث الرئيسي الجنرال رول اللي ذكروها حتى في البحوث اللي كانت في التعاونات الدوليه السابقه، ان السعودي بي اي والكو بي اي ياخذ بما يعادل ثلاث مرتب سنويا، مرتب ثلاث شهور او شهرين بيسك سالري بريير اذا كان كو اي، يعني البحث الرئيسي ياخذ مرتب ثلاث شهور والمشارك ياخذ شهرين. هذا فيما يتعلق مكافآت الباحثين. طيب اخر حاجه نتكلم عنه اللي هو السبمشن، السبمشن اند ديدلاينز، يعني متى تسلم هذه المقترحات البحثيه. طيب طبعا الريسيرش بروبوزل اللي بتقدمونه يجب ان تذكر فيه جميع الاشياء هذه اذا كان انت فعلا بتحتاجها. البروجكت انفورميشن، نوع البروجكت، بروبوزل بالعربي، بروبوزل بالانجليزي، البروبوزل فقط سمري يعني مختصر، الكي وورد مفاتيح البحث، البرنسبل كو برنسبل اند ريسيرشن يعني تحدد منها الباحث الرئيسي والباحث المشارك، يعني تحدد الفريق البحثي، وهاي ليفل اوف فاندنج ريكويستد، هاي ليفل سمري يعني تحدد تكتب مختصر واضح عن الريكوستد فاندنج يعني الدعم المطلوب. تذكروا اني اذا احتاج واحد من ثلاثه للتحقيق واحد من ثلاثه. باك جراوند اوف ذا ريسيرش انكلودنج ريسيرش ريفيو، تكتب بعض الدراسات السابقه التي تتعلق بموضوعك. ديتيل ساينتفك ميثودولوجي، هنا رقم 1.8 يتكلم عن الطريقه، طريقة البحث التي تحتاجها حتى تحقق أهدافك. جميل. في الريسيرش ممكن تذكر اللي ذكرتوها فوق، البحوث النفسية أو يعني إحصاء، اللي هي الريسيرش ميثودولوجي حتى أصل لبحثي بحتاج هذه. واضح؟ طيب
الكولابريتيف سكيلز، هل عندك يفضل ان فيه تتكلم عن قوه التعاون؟ كل ما كان مثلا كان في تعاون دولي مع جامعه مرموقه، ما هو زي تعاون عادي مع جامعه الى اخره. واضح الصواب يعني يكون فيها تعاون دولي. الجرانت جفرنس، نوع الجرانت اللي انت يعني طلبته، كبير او صغير، وكيف المانجمنت اللي ممكن يعني اليه اداره هذه المنحه البحثيه، انه خلال مثلا 6 شهور بسوي كذا، خلال سنه بسوي كذا الى اخره. و الاينمنت كومبايلنس، والالاينمنت مع البزنس سوسيتي اند ناشونال بريورتيز، انه زي ما ذكرتكم في البدايه انها انها لابد تكون المشاريع البحثيه والمقترحات البحثيه تصب في اهداف الرؤيه 2030 فيما يتعلق بالاهميه الاستراتيجيه او المواضيع الاهميه الاستراتيجيه المملكه فيما يتعلق بالبحوث الاجتماعيه. ثم طبعا تحط الريفرنسز، المراجع، الدراسات يعني البحث اللي كتبته، السي فيز مهمه جدا اللي هي السير الذاتيه للفريق البحثي الكامل، اللي هو الباحث الرئيسي والباحث المشاركين والفرق المسانده اللي هم مساعدين بحثي، المقصود مساعد باحث بدرجه اقل من دكتور ماستر او بكالوريوس. ليتر اوف سبورت فروم انترناشونال كولابريتور، هذا لو كان فيه معك فريق خارجي دولي يعني دكتور في جامعه دوليه، فانك تجيب، يجب ان يحضر لك موافقه من الجهه اللي هو فيها انه يعني يتكلم في او انه يشارك في هذا البحث. قد تكون من رئيس القسم عنده او العميد او الى اخره، او حسب اللاين مانجر، حسب التسلسل الاداري لديه. واضحه هذه ان شاء الله؟ هل الصوت واضح؟ انا بس مشكلة على جوالي ما هو واضح. عشان نكمل. تمام الحمد لله، جزاكم الله خير. طيب اذا هذه الابلكيشن فورم، النموذج اللي تستخدم في ريسيرش بروبوزل يجب ان تتطرق الى اغلب، اذا ما هو كل، اغلب هذه المواضيع. طيب الابلكيشن فورم يعني الطلب راح يكون فيه ريسيرش بروبوزل اللي تذكر فيه المواضيع هذه. اثنين، يكون فيه ما يسمى السبند بلان، الكتابه بالانجليزي، كتابه البحوث بالانجليزي على حسب التواصل الذي اجراه الدكتور مذكورا دكتور عبيد امس، انه يجب ان تكون بالانجليزي لانهم يطمحون الى نشر يعني مصنف، نشر علمي مصنف. فالنماذج اذا وجدت ان شاء الله انها هم قالوا بيعلنون زي اللي جينا في سلايد قادم انهم سوف يعلنون عن هذه المبادره. طيب السبنج بلان اللي هو نموذج اللي كيف تكتب فيه الفلوس او الماني السبنج، يعني كيف سيكون يعني كيف تصرف الفلوس اللي جات في الدعم على يير 1 يير 2 يير 3 اذا كانت في المشاريع الكبيره، يعني مثلا كل الشهر او 6 شهور الاولى فيها سفر الى المكان الفلاني، يجيب معلومات فيها ماتيريال نشتريها من المورد الفلاني، يعني تذكر كيف ستقضى الفلوس اذا كان ون صغير المليون نحتاج البحث او الفلوس في المبالغ التاليه على، او اذا كان البحث الكبير الى 2 او 3 تذكر فيه او هو اب تو يعني تذكر فيه سبند بلان السنه، ثم سبند بلان يعني التكلفه المتوقعه حق سنه والتكلفه المتوقعه الى 2. طيب طبعا ديكلاريشن اوف اوريجيناليتي، هذه فقط تحقق ان البحث اصيل او جديد، يعني ذات جداره واصاله، يعني غير مكرر ما له مثيل. فهذا يقول لازم يكون اوريجيناليتي اللي هي الجداره والاصاله، يعني لم يسبق في الموضوع نفسه او في البحث نفسه. الالاينمنت في اليونيفرستيز اوفرول ار دي استراتيجي، انه يتطابق مع استراتيجيات الجامعات اللي هي اللائحه الموحده للجامعات السعوديه. والريسورسز والفاسيلتيز ار افيلبل تو سبورت ذا بروجكت، يعني انها طريقه استخدامك للوسائل والبنيه المتاحه لك بطريقه يعني نظاميه. المبادره الاصل تكتب بالانجليزي. اي نعم. الاصل الحقيقي تكتب بالانجليزي. بناء على التواصل اللي ذكرته لكم سابقا.
طيب متى موعد التسليم؟ هذا قد يكون أهم سلايد، عفوا. موعد التسليم للوكال بي اي اللي هو الباحث الرئيسي من السعوديه، ماست انشور ذات ابلكيشن اللي هو المقترح البحثي يصل الى المكتب الار دي او الساعه 4 عصرا يوم اكتوبر 29 2018. لا اظن هذا في خطأ، لا هو في جانوري، عفوا في جانوري 6 جانوري، معلش 6 جانوري. تمام، هو 2019، 2019 يوافق، أذكر مرة ثانية بالعربي، يوافق يوم الأحد 30/4، 30 ربيع الآخر. تمام، ألف أربعمائة وأربعين، هذا هو موعد التسليم الساعة 4 من يوم الأحد اللي يوافق 6 جانوري. خلاص 6 جانوري زي ما ذكرت، الساعة 4 يوافق يوم الأحد. إذا هذا هو موعد التسليم. طيب باقي نقطة أخيرة، يوجد إيميل لدى المكتب، فأنا أجيب لكم الآن بالتواصل، إذا كان فيه أي تواصل مع، إذا كنتم ترغبون في التواصل مع المكتب. هل الصورة الآن واضحة لكم؟ صحيح، يوجد صحيح. هذا مبادرة البحوث الاصطناعية، هل الصورة هذه واضحة الآن؟ تمام، يعني تشوفون معي الإنترنت. طيب، في الأخير هنا الدليل الإرشادي، هذا الموقع. طبعا هذا هو الموعد النهائي. الدليل الإرشادي، وفي الأسئلة السريعة. إيش سؤالك؟ ما هو السؤال؟ هذا الدليل الإرشادي اللي يتكلم عن أهم الأشياء. أي خط في الباوربوينت، في العرض، معلش، أبدأ أكبر الخط وبجيب على شهادة. المواضيع، شوفوا الثيم، المواضيع التي تقبلها هذه المبادرة هي في الستة اللي ذكرتها لكم في الشغل هذا. خلاص في الشغل هذا، في الشغل هذا، يعني تبغى تتكلم، تبغى تتكلم عن الموضوع هذا وتحقق الهدف فيه مثلا، خلاص بغض النظر عن التخصص. إذا كان أنت تخدم هذا الهدف ممكن، لكن غير متوقع والله أعلم إن ممكن واحد يتكلم بهذه المواضيع ويحدث فيها هاي كواليتي ريسيرش كما طلبوا، ثم ونعم التوجهات الرئيسية، ثم ما تكون خلفية عنه علوم اجتماعية، ما أدري والله، قد تكون غير متصورة على الأقل لدي أنا، لكن البيض الله يجزاك دكتور عبيد، الله يجزاك خير. هذا الرابط للدخول على الصفحة، تمام، ولما تدخلون فيه عليه هو يبين لكم الدليل الإرشادي وفيه الأسئلة السابعة.
لو تكلمنا عن هذه التسابق بالفلوس وهذه المواضيع اللي يتكلمون عنها ونوع البي اي والاسك الى اخره. انا فقط هنا حاولت الخص لكم اهم المواضيع هذه تكلمنا عنها. الكوست يعني كيف تصرف الفلوس الى اخره. وجود رابط نسأل عليه. لا العرض ممكن نرسل لكم، بس الرابط الويب سايت هي رابطة مكتب البحث والتطوير. مكتب البحث والتطوير هذا، عفوا، هذا مكتب البحث والتطوير مبادرات البحث في العلوم الاجتماعية في بالإنجليزي وفي بالعربي. هذا الصوت تمام الحين، هذا الصوت. لما تدخلون دليل الإفادة في كل الأشياء هذه، واللي يسجلون واللي ترسلونها. أول حاجة السمري للدوكيومنتس اللي هم يحتاجونها، ما يسمى بالإكسبريشن أوف إنترست، يعني إن عندك القابلية القابلية للمشاركة في هذه المبادرات البحثية اللي فيها ريسيرش كويستشنز والبروبوز ريسيرش والبرود اوت لاين والساينتفك ميثودولوجي، الطريقه البحثيه المنهجيه، هل فيها الاينمنت، هل تتعلق بالفيجن في 2030 او لا، والكونتربيوشن ماذا تقدم، يعني الاوت بوت انت اللي تحطه. والله ما ادري ايش مشكلتك في الحديقه، ما واضح الحين؟ هل الصوت واضح؟ والله المستعان، ما ادري والله ايش المشكله. عموما الحمد لله. طيب اذا اول حاجه اللي هو اكسبريشن اوف انترست، تذكر في الاشياء هذه المعلومات الرئيسيه عن البحث. ثم ريسيرش بروبوزل اللي هو الفاينل ريسيرش بروبوزل اللي لما ترسله يجب ان يتطرق للمواضيع هذه اللي قلنا لكم. Your research question and proposed research، يعني السؤال البحثي اللي انت تبحثه وتطمح للوصول اليه. المهام والمسؤوليات على البي اي والباحث الرئيسي والباحثين المشاركين، دور كل واحد. Summary knowledge of the field of research، يعني المعلومات السابقه في هذا الموضوع، وهو اللي يحدد هل ممكن تشارك وانت من خلفيه علوم اجتماعيه. الطريقه البروبوز اوتكمز، هذا اهم حاجه يا شباب. المبادرة هذه ما هي زي مشاريعنا في الأعمال، نقول نبغى منك ون بيبر ولا تن بيبر ولا زي مجموعة تقريبية 10 بيبر، لا. هي أنت تذكر إيش الأوت كم، أنت تقول لما أسوي هذا البحث بطلع واحد من ثلاثة، سواء كان نمبر أوف بابليكيشن أو براءة اختراع أو حل مشكلة أو خففت المشكلة قائمة بنسبة معينة أو وضعت حل يعني جديد بنوعي مبتكر، تذكره. ثم بعد السنة الصغيرة أو 3 سنوات أو 2 سنين المشروع الكبير، يقول تم تحقيق هذا الأوتكم، يعني تم تصميم المبادرة بحيث أنك أنت تحط المقترح البحثي لك، أنت تحط أهدافك، أنت تحط المخرجات الأوتكم اللي تسمح لها، ثم يدعمونك. ولما تدعم تجي بعدين ترسل آخر ريبورت تذكر أنك حققت هذه الأشياء وصار فيها الاوتكم، وتوضح برضه البلانز، يعني ايش الخطط التي تستعمل عليها للوصول الى هذه الريزلت والبوليسي الى اخره. ثم البوتنشال كونتربيوشن نولج، يعني انت قد يكون ناتج البحث ايش الشيء الذي يعني الشيء الجديد الذي اضفته في هذا العلم. وكومباينس ميجر ثرود بمعنى ان المخرجات مقاسه وتقدر تحققها. تمام؟ هذه لسه ليست كومبريهنسف، يعني ليست نهائيه، بمعنى انت ممكن تحط البروبوزل او المقترح في اهدافك ومحاورك التي تسمح للوصول لها. اخر نقطه هم ذكروها هنا انه الفاينل ابلكيشن فورم ويل بي افيلبل وذا سبمشن ميثود ان ذا كامينج ويك، يعني حتى الان النموذج التقديم
وآلية التقديم سوف يعلن عنها في الأسابيع القادمة القريبة، يعني قريبا، المفترض أنها موجودة الآن، اللي سأبدي عليها قد تكون نموذج سأبدي عليه المقترح البحثي. والسبنج بلان تكلمنا عنه، بروفايد كوست استيميت التي تحط التكاليف المتوقعه التي تحتاجها. هذا بعدين في البدايه في الاكسبنسر ستيتمنت، هذا الفاينانشال ستيتمنت يعني لما يوافقون عليك تذكر فيها فين صارت، فين تم الشراء، او كيف يعني تم صرف المبلغ، وبروف ستيتس يعني اثبات انك اشتريت معين فواتير او شيء معينه. انترم ريبورت هذا تقارير دوريه تذكر فيها الاون جوينج اوت بوت والانباكت والاوت كم، يعني تقارير دوريه فيما بعد تشرح فيها فين مرحله المشروع، وش المساجد اللي وصلتوا لها، وش اللي باقي لكم حتى تصلوا للهدف. اخر شيء الفاينل اوت كم ريبورت بروفايد فاينل ستيتمنت اند اوت بوت، يعني تقرير نهائي اخير يحدد ما هي المخرجات والامباكت اللي حصلت في نهايه هذا الجرانت البحثي او الجرانت ساتر في نهايه الـ يعني نهايه المشروع البحثي باذن الله عز وجل. بمعنى انك انت تكتب طبعا من السبنج بلان، انت الان اللي بيسوون لنا سبمتنج الاكسبشن اوف انترست والبروبوزل والسبنج بلان فقط، يعني في المقترح اللي راح يرسلونه تتكلم عن الاشياء اللي كتبناها هنا، انواع البحث والمسؤوليات والمهام والروز والميثودولوجي يعني النقاط المذكوره هنا، الى عند السبنج بلان فين راح يعني الماني هاو تو بي سبنج، كيف يعني يتم يعني صرف المبالغ هذه فيما بعد لما يتم الانتقال الدوليه والمرحليه. طيب قبل ما ناخذ اخر نقطه، يقول لو تناول البحث امراض وبائيه في بعض المناطق اذا كان يخدم هدف اجتماعي، هذا اللي اراه انا الان يعني في العلوم الصحيه قد تكون في المبادره السابقه، اذا كان المرض الوبائي يخدم يعني هدف اجتماعي، يعني مثلا ما ادري هل قد يدخل في تطوير الاسره او شيء، فممكن ممكن، بس اذا كان فقط امراض وبائيه ما اعتقد، يكون هذا من العلوم الصحيه يعني ديور الصحيه اذا كنت كيف ازالتها كذا يعني او التقليل من هذه الامراض. لكن لو تذكر الامباكتها اللي هو اثر مكافحه هذه الامراض في المجتمع او صحه المجتمع او زياده يعني انت عاد يعني ادرى، ممكن تدخل في الاسره او في التنميه او الرياده الاقتصاديه انه خفضنا، عاد الله اعلم يعني على حسب انت ماذا تفكر. هنا اخر حاجه ذكروا كيف الـ كيف الـ يقيمون المقترحات البحثيه عن طريق ريليفنت، هل متعلق يعني بحثك بالاشياء اللي ذكرها من ناحيه الرؤيه، الامباكت ما هو اثر البنفت للسعودي اريبيا، يعني ايش اثر هذه البحوث المتوقعه او الفوائد منها للدوله من القاعدة السعودية، الساينتفك بوتنشال كريت نيو اور امباكت نيوز، هل يعني في شيء جديد في تضيفه في يعني في العلم اللي تتناوله، بوتنشال ديفلوبمنت دومستيك سوشيال ساينس، هل في برضه كونتريبيوشن او في شيء جديد في تضيفه في العلوم الاجتماعية، الكواليتي والريسيرش تيم كيف يعني طريقة إدارتهم للمشروع بجودة عالية، والاكسكيوشن اللي هو انه البلان اللي هي الخطه والميثودولوجي تكون واضحه، تو كاري اوت ذيس ريسيرش بالداتا والتايم فريم، بمعنى انك البلان اللي تبغى توصل له من ناحيه الوقت والجهد والفلوس والكوست واضح حتى يحط في هذا الهدف. فهذا تقريبا يعني طريقه يعني هذه المبادره والجرانت اللي يصير فيها ان شاء الله. ف اخر حاجه بدي اقولها لكم هذا الايميل، هذا هو الايميل اللي متعلق بالمبادره هذه socialscience@inos.gov.ca، اللي هو اي استفسار عندك من الان
ممكن ترسل لهم مباشرة على هذا الإيميل، هم في الغالب يردون زي ما حصل معنا في المبادرات السابقة، ترسل لهم أي استفسار وهم يردون عليه مباشرة. أهم حاجة الآن طريقة التقديم لم تعلن حتى الآن، إذا أعلنت راح نجيبها لكم بإذن الله عز وجل، لكن الأهم حاجة لديك الآن هذه المعلومات المطلوبة في الاكسبريشن اوف انترست، وهذه هنا تكون واضحة لديك مكتوبة بطريقة علمية بحيث الاستند بلان، بحيث لما يجي البروبوزل تبدأ تكتبها مباشرة، يعني بس يوفق المعلومات في المكان المخصص لها وسوي لها سبمشن. لكن الآن الرؤية لازم تكون عندك واضحة، لازم تتقدم في أي مجال، كيف المشروع راح يدار، منها الفريق البحثي، ايش الاوتكمز المتوقعه الى اخره. هذه بمجرد انها تاتي الابلكيشن فورم زي ما ذكره هنا، وانس ات كمز افيلبل، يعني لما يكون متاح، وطريقه التقديم السبمشن ميثود تكون الامور واضحه لديك، فقط تنقل يعني المعلومات في المكان المخصص لها. لكن كمعلومات، كاستراتيجيه، كهدف للوصول له، كطريقه وميثودولوجي توصلك للهدف، should be clear from now. يعني مفترض انها تكون واضحه لديك، البحث اهدافه ومشروع طريقه الوصول، التكاليف المتوقعه الى اخره. هذا يعني فيما يتعلق في هذه المبادره، واهم حاجه الايميل هذا اللي يعني اللي ممكن يعني تتواصلون معاهم في حال وجود اي استفسار. والموقع هذا الموقع وفيه الأدلة، يعني الابلكيشن جايد لاينز، الدليل الإرشادي والأسئلة الصحيحة، وهذا موعد التقديم. طبعا متاح أيضا بالعربي، متاح بالعربي، أتوقع أنه إنجليزي مرة ثانية، بالعربي موجود، روح عربي، المبادرات، دعم البحوث الموجهة، وذكروا نفس هذا الكلام. ثم هنا تجد الدليل الإرشادي، يعني تفاصيل أكثر عن ما ذكر أعلاه والأثر السابعة. طيب المكتب ينشر على حسابي، نعم نعم شكرا دكتور عبيد، الله يعطيك العافية، حسابه في تويتر، ينشر مستجدات فيه ومعلومات قيمة، وقلنا له ماذا وضعي سماع الوقت، والله ما ادري عاد هل مسجل ولا لا، ما ادري. جزاك الله خير. طيب بنشوف امكانية سعادة ثابت، بس ترى الوقت ما عادها بعيد، يعني ما عادها بعيد. هذا موقعهم على تويتر، وهم يجيبون فيه اخر تحديثات، اخر تحديثات يجيبونه فيه، هذا مكتب البحث الكبير. مفترض ان اجيب الصفحه هذه ابديتد، يعني المثال هنا الاسئله في السوشيال ساينس، المبادره هذه الاسئله محدثه فيها، لان لما تستقبلون او تكتبون ايميل يردون عليكم بالاجابه ويحطونها مره ثانيه في الموقع هذا عشان تبدي، وترى على بعض منكم تم تحديث هذا في 3 ديسمبر، انه تم تحديث الموزع على رابط بادرة البحث الصناعي على الرابط التالي اللي هو اتوقع نفسه. فهذا هو الموقع، هذا هو الموقع، شوف هذا قبل فترة كان اطلاق هذه المبادرة، فمهم جدا عشان تاخذون في اخر ابديت، وحنا ان شاء الله في العمادة نعطيكم فيه، و يعني نعطيكم إذا صار في جديد نعطيكم الأبديت فيه. أنا شباب محاضرة مسجلة بيد الله، يجزاك دكتور عبيد الله يجزاك خير وفي بدرك حبيبي، تقريبا إذا هو اللي قدم الدورة تحقق، جزاه الله خير من يسمع. إذا هي مسجلة ومتاحة في موقع العمادة. المكافأة المالية ذكرناها، إنه 3 بيس 3 بيس سلاري للباحث الرئيسي، وتوفي السلاري للباحث المشارك إذا كانت نفس الـ نفس الـ في المبادرات السابقة ذكرناها هنا موجودة.
جنرال رول الباحث من السعودية ياخذ 3 بيسك سالري، والمشارك ياخذ 2 مالتي بيسك سالري بريد. تمام. طيب جزاكم الله خير جميعا وكتب الله أجركم. نادي إذا في استفسارات، إذا في استفسار ممكن نفيده. الشيء الثاني، إذا عندكم أي استفسار ممكن تأكل العمادة أو ترسلون إيميل، أنا هذا برضه إيميل إذا كان فيه أحد يحتاج أي تواصل فيما بعد. هذا إيميلي، وهذه تحويلة المكتب. في حال وجود أي استفسار سابق، الجوال 0500-0477-47. هذا برضه جوال ممكن التواصل في أي موضوع. جزاكم الله خير، هذه مثلا نسجلها غدا على منصة، ما شاء الله جزاكم الله خير يا عماد. ما دخل. إذا ما أحتاج الأخت اللي سألك، هل ممكن تساعد؟ ما أتوقع. أستاذة فاطمة الوحيدة حقاني، ما أتوقع أنها تساعد ما دام متاحة. لكن إذا في استفسارات أبد، مرحبا ألف يعني على التواصل عن طريق الإيميل أو الجوال أو إلى آخره. وبرضه زي ما قلت لكم التواصل مع الـ RDO Office، مع المكتب مباشرة، أما بإيميلهم أو اسمه موقعهم على تويتر. طيب طيب بإذن الله عز وجل، بإذن الله إن أول ما تكون متاحة نعطيكم خبر مرة ثانية. رقم جوال مين؟ أنا سأعطيكم إياه بالتالي. هذا جوالي 0503-067-047. أرقام إيش؟ المكتب ما يظل له رقم، له الايميل والموقع الشفر اللي اشرنا له سابقا. والله هم ذكروا طبيعة الكو اي انها لازم يكون في الجامعة السعودية، استاذ مساعد من الجامعة السعودية. في الفريق البحثي ممكن يكون شو اسمه يعني فريق من خارج الجامعة، يعني كفريق بحثي، لكن ككو اي يعني فريق مستمر. بس الكو اي والبي اي ذكروا انهم زي ما مكتوب هنا لازم يكون عضو هيئة تدريس في الجامعة السعودية. هذا هو كان ابلاي. مصري a member of assistant professor or office of KSI، يعني لازم يكون عضو هيئة التدريس درجة الأستاذ المساعد فما فوق من أي جامعة حكومية سعودية أو غير سعودي، أو أنه يكون سعودي من جامعة أهلية جامعة خاصة. وهذا فيما يتعلق بالسؤال الأخير، أنه سؤال الأخ أحمد إسماعيل. ما أدري ظهر الجوال الآن. وإياكم. هذا كان مغرب انجليزي. هذا كويس. الفريق البحثي هم ذكروا افريقيا، ذكروا الكو اي، لكن ما ذكروا بعض التفاصيل، ما ذكروها بالنسبة لكم مساعد البحثي إذا الأستاذ مساعد أو خارج الجامعة. العفو. هذه هي الواضح حتى الآن، لكن غالبا لما صار يوافق على المقترح البحثي ويتم توقيع العقد كل الأمور هذه بتكون واضحة. العفو، جزاكم الله خير أنتم جميعا، ما سوينا شيء، لكن أسأل الله عز وجل أن يكون في مطرح الخير والبركة، وأن يعني وضحنا بعض الأمور. وأبدا يعني إذا في استفسار يعني الله يحييكم أي وقت،
وإن شاء الله بنغسلكم في حال ورود يعني كل جديد من المكتب، اللي هو الابلكيشن فورم او طريقه التقديم اللينك، يبث لكم باذن الله عز وجل. واياكم جميعا جزاكم الله خير، وكتب الله اجركم، وارجو ان يكون فيما حصل الفائده، وانكم استفدتم من الساعه الماضيه، وجزاكم الله خيرا جميعا.